انتشرت أخبار عن مرضها في الفترة اللي فاتت وقلقت جمهورها عليها جداً، خصوصاً إن هم متعودين إن هي مش بتعدي حدث إلا وبتكون موجودة على الشاشة وبتتكلم فيه. بسمة وهبة هترجع على الشاشة ولا لأ؟ هنعرف تفاصيل أكتر على موقع تحية مصر. تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث في مختلف المنصات الإعلامية في الساعات اللي فاتت، وده بسبب ان انتشر اخبار عن مرضها وتعبها. وفي نفس الوقت كان في اخبار تانية ان هي هترجع لبرنامجها 90 دقيقة على قناة المحور بعد ما انتشر اشاعات ان هي سابت القناة. بسمة في الفترة الاخيرة كانت بتشارك جمهورها لحظات حياتها كلها على الانستجرام، واخر حاجة اتكلمت فيها هي ان عندها وعكة صحية كبيرة وهتكون موجودة في لندن علشان تتعالج من مرضها النادر اللي اصيبت بيه في معدتها. اللي متابع بسمة وهبة هيلاحظ ان هي الفترة الاخيرة خست بدرجة تخوف، وكان لازم تخرج تقول للجمهور ايه سبب فقدانها الكبير للوزن ده. قالت ان هي عندها مرض بياكل في معدتها وعملت عملية قبل كده، والمرض النادر ده مسبب لها طول الوقت دوخة وضغط دم منخفض، وده اللي خلاها تسافر الفترة الأخيرة لندن لما حست ان الأعراض بتزيد أثناء تواجدها في حلقة. أغمى عليها واتنقلت لمستشفى وبعدها سافرت علشان تتعالج، وبعد فترة من الغياب رجعت بسمة على شاشة قناة المحور، وبكده أكدت إن الأخبار المتداولة إن هي سابت القناة مش صح، وقالت لجمهورها كل سنة وانتم طيبين، وعبرت إن الجمهور والبرنامج وحشوها جدا، وإن مفيش حاجة بعدتها عنهم الفترة اللي فاتت إلا تعبها، وإنها كانت محتاجة فترة علاج وراحة زي ما الدكتور قال لها. اللي ما يعرفش بسمة هي إعلامية مصرية مواليد محافظة الإسكندرية، بدأت مشوارها الإعلامي من خلال ظهورها في برنامج قبل أن تحاسبوا. البرنامج كان على قناة إقرأ، وده كان برنامج ديني ظهرت فيه وهي مرتدية الحجاب، وبعدها تعرضت لأزمة نفسية بعدت عن الشاشة شوية وخرجت لجمهورها مرة تانية من غير حجاب، وده اللي شهرها أكتر وكانت فترة حديث للناس. بسمة قدرت تنجح في أكتر من برنامج إعلامي لحد ما استقرت عند برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور. في خلال فترة نجاحها كإعلامية بسمة كانت بتتعرض لأزمات صحية كبيرة، أصيبت بسرطان الثدي وقعدت فترة تتعالج لحد ما عملت عملية جراحية خطيرة واستأصلت الورم، وبعد تعافيها بفترة المرض هاجم جسمها للمرة التانية، وده اللي كان سبب سفرها لبريطانيا علشان تتعالج، وطلب لها الدعاء زوجها من خلال حسابها الرسمي. وبعد فترة من رجوعها وتعافيها اختفت تاني بسمة عن الشاشة، وده بسبب إصابتها بفيروس كورونا. وعلى الرغم من الأزمات اللي بتتكرر كتير في حياتها لحد مرضها الأخير اللي في المعدة، بسمة دايما بتكون متفائلة وقوية وبتظهر لجمهورها في أحسن صورة.